يلا بسم الله. زيد بن أسلم. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على القائم مؤلف رحمه الله. شيخ شيخ محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن زيد بن أسلم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: مما جبلوا عليه من شقوة أو سعادة. نعم. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، قال: علم أسرار العباد وأخفى سره فلم يعلم. وعنه قال: القدر قدرة الله تعالى، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى. وعن أبي عباس قال: سمعت زيد بن أسلم يقول: ما أعلم قوما أبعد من الله تعالى من قوم يخرجونه من مشيئته وينكرونه من قدرته. وعنه قال: والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. وذكر الحديث. نعم. الإمام هذا زيد بن أسلم رحمه الله تعالى من كبار يعني أو من كبار أهل العلم، لا سيما في التفسير، وكان تفسيره من أنفع التفاسير. كان تفسيره رواه عنه ابن عبد الرحمن، وكان يعني من العلماء هو وابنه، ورؤي علي ابن الحسين رضي الله عنه، ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رؤي وهو يحضر مجالس التفسير عند زيد بن أسلم. فقيل له: كيف أنت يعني مقامك عظيم ومن آل البيت ومن العلماء ومن الكبار وتحضر عند زيد؟ قال: نعم، قال: إنما يجلس الرجل إلى من ينتفع منه، وأنا أنتفع منه، أو شيء يعني قريب من هذا. فكان يعني إمام كبير رحمه الله تعالى في العلم. وهو بالمناسبة لم يروي عن عمر رضي الله عنه، وإن لا يغرك أن تقرأ مثلا يقال زيد بن أسلم مولى عمر، هو مولى عمر لأن أباه كان مولا لعمر، ولا هو في ذاته ما كان مولا لعمر، لكن أبوه كان مولا لعمر، فهو لم يرى عمر ولم يقابل عمر رضي الله عنه، وما رأى، بل أكاد يعني الآن عندما خانتني الذاكرة أكاد أقول لك أنه لم يرى أحد من الصحابة، لم يروي عن أحد من الصحابة، يمكن رآهم لكن ما تحصح له رواية عن أحد من الصحابة فيما أذكر، وإنما روايته عن الصحابة كلها من رواية المراسيل، كان يرسل عن الصحابة، فهو من صغار التابعين يعني، لكنه إمام كبير في العلم رحمه الله تعالى. نعم. محمد بن كعب القرظي. وعن محمد بن كعب القرظي سمعته يقول: لقد سمى الله المكذبين بالقدر باسم نسبهم إليه في القرآن، فقال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، قال: فهم المجرمون. وعنه في نعم. قوله تعالى من لطيف الاستدلال هذا. نعم. وعنه في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، قال: نزلت تعييرا لأهل القدر. وعن أبي مودود أن محمد بن كعب قال لهم: لا تخاصموا هذه القدرية ولا تجالسوهم، والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمرضوه، والذي نفس محمد بيده
لوددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني وأنهم أتموا آية من كتاب الله تعالى، ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها، ويأخذون بآخرها ويتركون أولها، والذي نفسي بيده لإبليس أعلم بالله تعالى منهم، يعلم من أغواه، وهم يزعمون أنهم يغوون أنفسهم ويرشدونها. وعنه وعنه قال: لو أن الله تعالى مانع أحدا لمنع إبليس مسألته حين عصاه، ودحره عن جنته، وآيسه من رحمته، وجعله داعيا إلى البغي، فسأله النظرة أن ينظره إلى يوم يبعثون فأنظره. ولو كان الله مشفعا أحدا في شيء ليس في أم الكتاب لشفع إبراهيم عليه السلام في أبيه، إبراهيم عليه السلام في أبيه حين اتخذه خليلا، وشفع محمدا صلى الله عليه وسلم في عمه. يعني بمعنى أن إبليس إنما أجر وقبل طلبه مب لمقامه، يعني مب لمقام إبليس، إنما هو يقول لك إنما الله قبل يعني طلب إبليس لأنه شيء الله قدره في الأزل أن هذا الذي سيحصل وأن هذه الفتنة ستكون، هذا قدر الله وليس إكراما لإبليس. وإلا لو كانت القضية إكرام فإن إبراهيم أولى بالإكرام، لكن الله لا يخالف ما هو في أم الكتاب، والله عز وجل إنما قضى قضاء هو بالغ الحكمة، ولذلك لا يغيره ولا يبدله سبحانه وتعالى. هذا قصده يعني بالكلام. وبعض أهل العلم رأى لا، أن الله قبل من إبليس ليس إكراما له لكن لعلة وحكمة وسبب. قالوا مثلا أن الله عز وجل قبل منه هذا أن يؤجله حتى تتساوى فتنة البشر، فما يقول أحد مثلا أنا والله إبليس الكبير هو الذي أغوانا وكان في زماننا، ولما مات يعني احنا ليس not fair، يعني كأن الذي أولاده وأحفاده هم الذين أغووا بقية الأمم، فما تتساوى الفتنة، لا الفتنة متساوي عند الجميع. أيضا قالوا بأن هذا فيه زيادة في الإثم وإظهار كيف أن الكبر يعمي الإنسان. إبليس الذي يصده عن الإيمان هو كبره وجحوده وإباؤه، ويزداد في الكفر كلما عاش أكثر، فيستحق يكون مستحق لهذا العذاب الأليم الذي توعده الله به. أيضا ليكون ولي كل فاسد وكل يعني مشرك وكافر وزنديق ومجرم، يكون ولي الشيطان، هو وليهم حينئذ جميعا من أولهم إلى آخرهم. وذكر العلماء يعني حكم كثيرة، قالوا أيضا أنه قد يكون حتى إذا جاء يوم القيامة ما يكون له شيء يطالب فيه بالأجر، لأن تعرفون أن المشرك إذا فعل شيئا من الحسنات يعني يؤجر عليه في الدنيا، حتى إذا جاء يوم القيامة ما في شيء يطلبه، يقال أعطيت حسناتك في الدنيا كما جاء في الحديث الصحيح، يجزون على حسناتهم في الدنيا. فقيل أن هذا كان جزاء عبادة إبليس السابقة، حيث كان من العباد ووضعه الله في مقام عظيم حيث كان مع الملائكة، واضح. وبهذه المناسبة كونه كان مع الملائكة دل على أنه كان معهم وليس بالضرورة أنه منهم. وإن كنت أحب أن أنبه إلى أن هذه المسألة محل خلاف بين السلف، فمن السلف من يرى أن إبليس كان من الملائكة ولم يكن من الجن، وقالوا أن الملائكة فيها قبيل كذا اسمه الجن، طيب، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا الملائكة بنات الله وهؤلاء الجنس من الملائكة الذين هم بنات الله هم الجن من الملائكة، كأنهم اسمهم كذا. وهذا رأي باطل ومن تأثير أهل الكلام أهل الكتاب وليس بالصحيح، بل إن إبليس ما كان من الجن قط، ما كان من الملائكة طرفة عين قط،
وإنما هو من الجن الذين خلقهم الله من نار، وهذا واضح في القرآن بأدلة كثيرة لا تخفاكم. المقصود أن هو يعني أراد ينبه إلى هذا. محمد بن كعب القرظي أبوه ممن نجا من بني قريظة، ما قتل مع من قتل من بني قريظة، فهو يهودي الأصل، وكان أبوه ممن يعني نجا في تلك الواقعة، وبعد ذلك سبحان الله أخرج الله من صلبه هذا العبد الصالح. وبالمناسبة هو كسابقه يروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن يجب أن تعلم أنه ليس على الصحيح ليس له صحبة، وإنما يرسل عن الصحابة، يعني يروي عنهم بواسطة ولا يصرح بها. شيخ ما ثبت له أنه ما ثبت أنه لقي أحد من الصحابة؟ اللقية واردة، هو من التابعين، بس الرواية الروايات أوكي. التي يرويها ليست محل قبول عند علماء الحديث أكثرها وأغلبها، أنها لهم يعني تفتش عنها تجد فيها مراسيل، وإلا هو حدث عن أبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عنه وزيد وابن عباس وجماعة يعني كبيرة، لكنه يرسل كثيرا، فينبغي التنبه، بس يعني ليس ينبغي التنبه والتأكد من مروياته. يعني إيش بعد كان يعني يميز هذا الإنسان العالم الكبير هذا، يميز الشيء هو طول العبادة وكثرة البكاء والانقطاع والتبتل إلى الله سبحانه وتعالى. أمه كانت تقول، بس أنا أكتفي بهذا لأن ليس المقصود هو الكلام عن العلماء، كانت أمه تقول يا أخوان، تقول يا محمد لولا أني أعلمك صغيرا وكبيرا، يعني أعرفك من صغرك وأعرفك في شبابك وأعرفك وأنت رجل، لقلت هذا الرجل أذنب ذنبا عظيما فهو دائم الخوف منه، لكني والله لا أعرف لك ذنبا عظيما. وتتعجب أمه من حاله، فكيف بنا نحن أصحاب الذنوب العظيمة التي ليس في أحوالنا أي شيء يدل على هذا الخوف العظيم؟ هذا الذي فرق بين السلف والخلف، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. إبراهيم النخعي، وعن إبراهيم في قول الله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم، وعنه في قوله ما أنتم عليه بفاتنين قال بمضلين إلا من قدر له وقضي له أن يصل الجحيم. أيضا كل هذا هو يذكر أدلة كثيرة، ويذكر أنواع من العلماء وأنواع من الأئمة. إبراهيم النخعي هذا كان أيضا تعرفونه من العباد، من كبار العباد، يعني أبو حنيفة رحمه الله تتلمذ عليه، وإبراهيم النخعي كان يحدث العلم يا أخواني وهو ابن 18 سنة. طيب وعمر وعاش وكان أعور رحمه الله تعالى، لكن كان شديد الذكاء، كثير الحفظ، كثير العبادة، من القراء، كثير الصوم، كان يصوم يوم ويفطر يوم في حياته رحمه الله. كان يعني يسمونه العلماء صيرفي الحديث. إيش معنى صيرفي الحديث؟ من يعرف؟ من يعرف صيرفي الحديث؟ إيش الصيرفي؟ صراف. صراف. طيب الصراف إيش يفعل في القديم؟ ما في عملات في القديم، الصراف ماذا يفعل؟ يأتونه مثلا بالدينار الذهب، طيب فيعطيهم بدل ما يكون قطعة كذا دينار يقسم دراهم،
أو الدراع، يعطون مثلا يقسم أجزاء صغيرة، واضح؟ يقطعونه على شكل مثلا 500، he break it for you، واضح؟ طيب هذا الصيرفي حينما تعطيه الدينار أو الدرهم، لابد هو سيعطيك مما عنده من القطع المساوية، he break it for you. سؤال، لو أنت أعطيته ذهب مغشوش وأعطاك ذهب جيد وصحيح، أو فضة مغشوشة وأعطاك الفضة السليمة، إيش يحصل في هذا الصيرفي؟ يخسر. يخسر. فالصيرفي أهم شيء فيه أنه يستطيع أن يميز الذهب الحقيقي من المغشوش، والفضة الصحيح، والمعادن يميزها ويعرف صحتها ويعرف عوارها ويعرف النسب فيها، نسبة الذهب 20% 30% إلى آخر، صحيح؟ هذه شغلة الصيرف، يمسكها بيده كذا يعرف، يقول لك هذا الذهب، فيقولون هو صيرفي الحديث، إذا شاف الإسناد يعرف إذا هذا الإسناد ذهب ولا فضة ولا نحاس ولا بلاستيك. فيعني عنده قد صيرفي الحديث، نقاد الحديث، هؤلاء العلماء الكبار. إبراهيم النخعي هذا أخذ أكثر علومه عن تلاميذ ابن مسعود، هذه بس عشان تعرف مقام ابن مسعود، أنت انظر تلاميذ تلاميذه، يعني عصارة علم إبراهيم النخعي مأخوذة من يعني غالبا من تلاميذ ابن مسعود، علقمة والأسود، وأيضا أخذ علم كثير عن واحد ينبغي تحفظون اسمه، اسمه مسروق. مسروق هذا من طلاب عائشة رضي الله عنها، فيدلك على أن جاء يعني علم عائشة عند مسروق، سمي مسروق لأنه سرق وهو صغير وبعدين رجعوه، مسروق كان سرق من أهله. المهم كان سمى بنته عائشة، على كانت عائشة تقول إن مسروق من أولادي بل هو أحب أولادي إلي. المهم هذا الشهري، هؤلاء شيوخه الذين أخذ عنهم العلم. نعم. وعن وائل بن داود قال: سمعت إبراهيم يقول: إن آفة كل دين القدرية. صحيح. القاسم وسالم وغيرهما. عن عكرمة بن عمار قال: سمعت القاسم وسالما يلعنان القدرية. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والقاسم القاسم بن محمد بن محمد بن أبي بكر الصديق، هذا حفيد أبو بكر وهذا حفيد عمر. نعم. سبحان الله سبحان الله. كلاهما يعتبر من أعظم فقهاء المدينة. نعم. نعم. كانوا يلعنان القدرية، لعن المسلم لا ينبغي أن يلعن كثيرا، أو لا يكون لعانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن ليس باللعان، لكن إذا لعن يلعن بدون تعيين، لعن الله القدرية، لعن الله المبتدعة، لعن الله السارق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لعن غير معين، لعن مجمل. نعم. نعم. وعن جبير بن نفير أنه قال: إن الله تعالى كان عرشه على الماء، وإنه خلق القلم فكتب ما هو خالق وما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم إن ذلك الكتاب سبح لله ومجده 1000 عام قبل أن يبدأ الله تعالى خلق شيء من الأشياء. نعم. وعن هشام بن سعد قال: قيل لنافع: إن هذا الرجل يتكلم في القدر. قال: فأخذ كفا من حصى فضرب به وجهه. نعم. السلف عندهم أساليب اختلاف في العادات والتقاليد والكولتشر، يعني تختلف، وكان عندهم هذه الطريقة، يعني يرمي الشيء في وجه الشخص معناه أنه مكروه ومبغوض. نعم.
كان العلماء رحمه الله فيهم شدة شديدة على أهل البدع، شدة، لأنهم في كان في زمان حفظ الدين، وفي زمن قوة، وفي زمن سلطة، وفي زمن قبول من الناس. أما اليوم لو تفعل هذا ما يزداد الإنسان إلا سوء، وانتقدك طلابك أول شيء. وأيضا هذا ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا في نظري أن مثل هذه الأفعال ينبغي أن لا تأخذ كمنهج للتشريع أو منهج يعني للاقتداء. هي حصلت، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قيل يعني عندها الكفر الصريح وما فعل ذلك. نعم. نعم. وعن أبي سفيان البزاز قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي فقال: أشامي أنت؟ فقالوا له: إنه مولاك. فقال: مرحبا. وألقى لي وسادة من أدم. قال: قلت: إن منهم من يقول لا قدر، ومنهم من يقول قدر الله الخير ولم يقدر الشر، ومنهم من يقول ليس شيء كائنا ولا شيء كان إلا جرى به القلم. فقال: بلغني أن قبلكم أئمة يصلون بالناس مقالتهم المقالتان الأولتان، فمن رأيتهم الأولتان عفوا، فمن رأيتم منهم إماما يصلي بالناس فلا تصلوا وراءه. ثم سكت هنيها فقال: من مات منهم فلا تصلوا عليه، قاتلهم الله إخوان اليهود. قلت: قد صليت خلفهم. قال: من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة. لأنه كانوا يكفرون القدرية ويعتبرون أن هؤلاء كفار ليسوا من أهل الإسلام. في ذا لأن الزمان ذلك زمان العلم فيه واضح وظاهر، والأئمة متواجدين، والصحابة تلاميذهم موجودون، وهكذا. نعم. مجاهد. وعن مجاهد في قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال: إلا من كتبت عليه أن يصل الجحيم. وعن رجاء المكي قال: سمعت مجاهدا يقول: القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. لأن من أقوال بعض اليهود، و يعني تعرفون أن مقالة القدرية ترجع إلى مقالة أهل الكتاب، فلذلك كانوا ينسبونهم إليهم. نعم. وعنه في قراءة عبد الله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا كتبتها عليك. نعم، يعني وأنا كتبت، إيه كان يقرأها بهذه البسود. نعم، وأنا كتبتها عليك. طيب، طبعا نحن القراءة الموجودة عندنا أو الحرف الذي كتب به في مصحف عثمان لا توجد فيه هذه الزيادة: وأنا كتبتها عليك. هذه من اختلاف الأحرف، فإن الحرف من الأحرف التي نزل بها القرآن حرف اسمه الزيادة والنقصان، يعني قد يكون فيه زيادة في الكلمة تنزل مرة ثم تنزل مرة أخرى بزيادة عليها. واضح؟ مثلا: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ثم تنزل: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، أو تنزل: كل سفينة صالحة غصبا، ثم تنزل أيضا: كل سفينة غصبا. هو معروف، هو مش هيوصف السفينة غير الصالحة، هيوصف السفينة الصالحة، مفهوم الكلام. واضح؟ حذفه يستقيم وإبقاؤه يستقيم. إبقاؤه يدل على الطمع والجشع، يعني أي سفينة صالحة حتى لو ما كانت يعني من تلك السفن الكبيرة، المهم أنه يقدر يحط يده عليه أخر. شوف، كل واحدة منها تعطي كذا زيادة في المعنى، لكن المعنى الأصلي واضح. واضح؟ المعنى الأصلي واضح. طيب ليش القرآن كان ينزل بهذه الأمور؟ تيسير على الناس، ليسر عليهم هذا، وأيضا زيادة في الإعجاز كما قلت سابقا، أن هذا فيه زيادة إعجاز وتحدي. هو تحدهم يأتوا بسورة ما أتوا بها، فأتوا لهم بسبعة أحرف للقرآن، منها
قضية الزيادة والنقصان، ومنها التقديم والتأخير، وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت. المعنى واحد لكن فيه زيادة بيان وجمال، واضح؟ أحيانا يكون التغيير في الشكل وفي النطق، مثلا عتى حين، حتى حين، إن كانت إلا صيحة، إن كانت إلا زقية واحدة، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وملكا كبيرا، لما ترى الملك ترى ملكه، وترى الملك يدلك على الملك، ثبتت رؤية الله. ولا تتوقف حكم رؤية الله على هذه الآية فقط، يقال مثلا ليش؟ لذلك لما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قرروا أن يختاروا من هذا الذي أنزل من القرآن صفة واحدة، واضح؟ رسم واحد، حتى يضبط قراءة الناس، لأن هذه الاختلافات سيصعب معها جدا حفظ القرآن، لا سيما عند الناس الذين لا يعرفون العربية ولا يحسنونها. وحصل أن التابعين تناحروا وتقاتلوا وحصلت بينهم فرقة. أيضا مسألة اختلاف اللهجات والعرب ومدري إيش اللي كانت من أجلها يخفف على الأعرابي، وهذا الأمر انتهى. عرب لا، يعني كثير من الأعاجم والذين دخلوا في الإسلام ليسوا من أهل العربية أصلا. أيضا كثير من قضية التحدي في القرآن قامت وقائمة. فكثير من هذه المصالح التي، نعم يوجد ما زال بعض المصالح موجودة والحكم موجودة قائم، لكن كثير منها الحاجة والداعي إليه ليست كبيرة جدا في زمان الصحابة رضي الله عنهم، في آخر أحد الصحابة، في أحد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأن القرن الأول انتهى بمقدم علي رضي الله عنه. أكثر الصحابة ماتوا على عهد علي رضي الله عنه، على عهد عثمان، في آخر عهد عثمان، كما ذكر هذا ابن حجر وغيره، أن القرن الأول انتهى في أواسط عهد عثمان رضي الله عنه من الصحابة، أكثر الجيل انتهى، وذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. القرن يعني الجيل، معظم الجيل انتهى في هذا الوقت. طيب نرجع للموضوع، الموضوع هو، السؤال هو، طيب كيف الصحابة يلغون شيء من القرآن؟ يعني هذا الحين كيف لغوا؟ وما بقيت روايات محفوظة، وبقيت روايات موجودة، ما لو ما لو ما حفظت وما ضاعت ما كان قرأناها الآن. لكن هم أرادوا أن يجمعوا الناس على العرضة الأخيرة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، والنبي قرأها مع زيد قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم. قالوا نجعل هذه آخر مرة لما راجع القرآن، معلوم أنه ما راجع، يعني لما راجع القرآن راجعها بقراءة واحد بطريقة أو بسرد واحد، فأخذوا هذه القراءة وهذه العرضة الأخيرة وكتبوها في المصحف بطريقة، هذه الطريقة التي كتبت فيها تعطيك نماذج، يعني تستطيع من خلالها أن تكتب نماذج من هذه الأحرف السبعة، ليس كلها لكن نماذج لها. فتجد مثلا في كتاباتها فيها تقديم وتأخير وحذف وإضافة، من تحتها وتحتها الأنهار، ما زالت موجودة الفرق بين بعضهم، أحرف مالكي ملكي، تجد مثلا تقديم وتأخير، ممكن تقدمها ممكن تؤخرها في نفس الرسم، التشكيل وهكذا تستطيع أن تفعل. فبقيت هذه النماذج موجودة كدلالة على هذا الأصل الذي نزل، لأن المقصود أنه ليس في هذه الأحرف التي نزل بها القرآن معاني غير موجودة في الأحرف الأخرى، أو أحكام غير موجودة في الأحرف الأخرى، هذا ما يوجد. إنما كان المقصود من نزول القرآن الأحرف السبعة هو التحدي والإعجاز والتسهيل على الناس، وبيان سعة علم الله وقدرة الرب وجميل كلامه وإتقان كلامه سبحانه وتعالى. فهذا المعنى الآن لم يكن له
كبير فائدة مع وجود الاقتتال والانتحار والتناحر بين التابعين، وكيف يحفظ القرآن مو قادرين يستوعبون اللغة. تتكلم أنت على ناس اللغة العربية لغتهم، أنت لما تنظر إلى جيل التابعين ترى أكثر جيل التابعين ليسوا من العرب، ما كانوا يتكلمون عربي في العراق وفي مصر وفي سوريا وفلسطين وبلاد الشام وشمال أفريقيا، ما يعرفون عربية. العربية كانت لغة يعني هم يخلون تجارة ومدري إيش، بس كلغة كذا عامة في الناس لا، إنما تعلموها مع الدين. تخيل هذا الأمر، جعل الصحابة من حكمتهم وعلمهم وفقههم أنهم جعلوا هذا الرسم الواحد ليسهل حفظه. بل أنا أعتقد أن هذا من الأسباب التي سببها الله لحفظ القرآن، وأنه لو بقيت هذه الأحرف وهذه الطرق المختلفة لكان ما حفظ القرآن بهذا العدد وبهذا التنوع وبهذا الوجود الموجود الآن. فالإنسان يعني إذا قرأ مثل هذا لا يعني لا يشغب عليك الشيعي الرافضي. وبهذه المناسبة أنا أحب أن أقول لكم، لا يوجد في تاريخ الإسلام من يستخدم مثل هذه المرويات لإثارة نوع من الشكوك والبلبلة حول القرآن إلا الرافضة الذين ينكرون حفظ القرآن، لأنهم يريدون أن يصلوا النتيجة، وهي أن القرآن بدله الصحابة من تلقاء أنفسهم، والتبديل الذي حصل فيه يهمهم تبديل واحد فقط، وهو إيش؟ وهو إيش؟ أن أصل دينهم أزيل من القرآن. ما هو أصل دينهم؟ ما هو أصل الأصول عند الرافضة والشيعة الإمامية؟ إيش أعظم شيء يقوم عليه؟ أن الإمامة من الله، هو أعظم مطلب في الديانة، كذا يقولون. الحلي قال هو أعظم مطلب في الديانة. أذكر مرة في أيام الجامعة كنت أناظر شاب شيعي، وكان في محضر من الطلاب في الجامعة، فأتيت بالمصحف وضعته، قلت أن تؤمن بهذا المصحف؟ طبعا إيش على طول قال إيه طبعا، ما يمكن يقول إلا أؤمن بهذا المصحف، ولا كان الناس أكلوه في المسجد. طيب قال نعم أؤمن بهذا المصحف. قد جميل، أنا أريد أسألك إيش أعظم قضية قبل ما ندخل في أي مبحث من مباحث المناظرة بيني وبينك حول مسألة الشيعة والسنة؟ أنا بس عندي سؤال واحد، قال ما هو؟ قلت إيش أعظم قضية في دينكم في عقيدتكم؟ قال الإمامة. قلت تفضل عطني آية واحدة في القرآن تتكلم عن الموضوع. ترى أنا سأجلس والإخوان سيجلسون هنا ننتظرك ساعة، نعطيك ساعة، المفروض أنك طالب علم وشيخ وتحفظ القرآن أو تعرف القرآن، يلا بسم الله دور لنا على الآيات التي تتكلم عن هذه القضية. وين في القرآن الله تكلم عن قضية إن علي هو الإمام بعده هو، وأنتم تقولون في كتب العقائد أن أركان العقيدة خمسة، الإمامة والتوحيد، يعني حطينا في هذا المقام، بل بعضكم صرح أنها أعلى من الإمام. يعني هم يقولون أنك إذا وحدت ولم تؤمن بالإمام فأنت كافر. تعطني وين في القرآن يقول هكذا؟ قال وإنه لعلم للساعة، يعني علي بن أبي طالب. قلت يعني أعظم قضية في الدين الله يجعلها زي الريدلز كذا، زي اللغز، لازم تتفلسف حتى تفهم إنه لعلم للساعة، مع أن الكلام عن عيسى عليه السلام في السياق إنما كان يور، يعني إيش الله خايف يقول منه؟ يعني إيش كيف يقبل عقلك إن أعظم قضية في الدين يكون فيها آية كذا فيها اشتباه وما هي واضحة؟ كنت بخلافنا نحن أهل السنة نقول أعظم قضية في الدين التوحيد. شوف كل صفحة في القرآن فيها كلام عن التوحيد. فقصدي أرجع للموضوع،
كانهم هذه ورطة كبيرة جدا عند الشيعة، ورطة ليس لها مخرج. لن أنتم يعني ما تعرفون، لا الشيعة يقولون أنه يجب على الله أن ينص على من هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يجب مو يعني وجوبا على الرب. وهذا له غير هذا الموضوع في بيان لماذا يقولون بهذا. فإذا أنتم تقولون بإيجاب هذا على الرب لأنه لطف واللطف واجب، فأن حينئذ نقول لكم أين الدليل هذا الكلام؟ فهذه ورطة ليس لها مخرج. لذلك جاء بعضهم عشان يخرج من هذه الورطة قال لا لا لا، في آيات كثيرة جدا، لكن ماذا حصل؟ حذفت وزيلت من قبل الصحابة، عميت. ولا مصحف فاطمة فيه النص على الآيات، ولا مصحف الجفر فيه النص على هذه الأسماء الأئمة 12. شوف كيف؟ فيعني هم الذين ابتدأوا قضية التشكيك. فعشان أنت تجيب ما يعني عشان تقنع الناس إن في ممكن محل شك، تبدأ تدور على مثل هذه القراءات، مثل المشاكل. ولذلك لا يعرف كل من يتكلم في شيء اسمه الأحرف ومشاكل الأحرف والتشكيك في القرآن وثبوت القرآن، إنما كل كلامه مأخوذ من تأثير كلام الرافضة والشيعة. وماي ثيوري أنا الذي قلته لك سابقا فاكت بدراسة التاريخ، وهو أنه لا يوجد في تاريخ الإسلام من كان يشكك في القرآن والقراءات وعنده مشاكل مع الأحرف والقراءات إلا الرافضة. That's historically fact. لا أهل المتكلمة الصفاتية ولا المرجئة ولا حتى الجهمية فيما أعرف، ولا لا يوجد هذا، ولا المعتزلة. الذي أظن the second part is my theory. الرافضة أو الشيعة عموما، الفكر الشيعي عموما للأسف وله وجود في العالم الغربي بشكل كبير قبل الفكر السني. الفلسفة الشيعية their writing, their professors، يعني لهم وجود وحضور في المشهد الغربي الأكاديمي قبل أهل السنة. واضح. فحينها أظن أن كثير من المستشرقين الذين أو كهؤلاء الإسلاميست أو non-Muslims يعني يشككون في القرآن، إنما أخذوا هذا متأثرين بكتابات الشيعة الفلسفية. ولذلك يعني إياك أن تسمح لأحد يشكك في كتاب الله عز وجل كائنا من كان، صلى الله عليه. نعم، عفوا على الإطالة يعني الاستطراد. جزاك الله خير. Yes. No, I'm saying جزاك الله خير، يعني that's a beautiful إطالة يعني. بارك الله فيك. جزاك الله خير. نعم، تفضل. Yeah, go ahead. Sheikh Muhammad. Abu Ayyub, you had your hands raised. Oh, I'm sorry. Okay, Abu Ayyub, تفضل. شيخنا لو تسمح، كان عندي إشكالية في قضية أو قضية في حفظ القرآن، لو تسمح يعني. تفضل. في مصحف ابن عباس كان يقولون أن الفاتحة والمعوذتين لم تكن في المصحف. لو ممكن حضرتك تعلق على هذا. ما هو ابن عباس، لكن كان يظن أنه ابن مسعود رضي الله عنه، هو الذي كان يظن أن قل عذ رب لا قل عذ رب الناس روي عنه في الصحيح وغيره، أنه كان لا يراها من القرآن، كان يظن أنها من المعوذات زي أعوذ بكلمات كانت أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليتعوذ بها. واضح؟ ليعوذ بها نفسه وأولاده زي الأذكار كذا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.
طيب، لكن يقينا أنه رجع عن ذلك لما تبين له إجماع الصحابة رضي الله عنهم واتفاقهم على أنه من القرآن، بدليل أن الشيخ محمد فقيه قراءته للقرآن إنما ترجع إلى ابن مسعود وعلي بن أبي طالب، وكل من يجاز في القرآن اليوم أسانيدهم ترجع إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ومما رووه وروي عن هذه السور. واضح؟ فهذا ليس بصحيح. بعض الصحابة رضي الله عنهم وكان ظنوا أن الفاتحة إنما هي كالفاتحة أو جزء من الصلاة، لكن بين لهم هذا وثبت قراءتها بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة والتابعين وإلى آخره. فهذا الذي يذكر أحياناً أنه مثلاً يستعجب أو يستنكر أو يكون عنده نوع من الإشكال، يظن أن هذه الصورة ما عنده، يظن أن هذه من المعوذات، يظن أنها من الحفظ، من ما يحفظ من قبل الحفظ، يعني كالدعاء، كقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إلى آخره. لكن هذا الصحيح أنه كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله معلق على هذه الآثار، قال الصحيح أنه تراجع عن هذا، أن القرآن روي عنه كامل، نحن نقرأ على قراءة ابن مسعود، الأسانيد اللي عندنا في القرآن اليوم ترجع إلى ابن مسعود وعلى ابن أبي طالب. نعم، وفيها سورة الفاتحة وفيها سورة قل رب خلق قل رب الناس. ولكن من هنالك من يقولون يا شيخ ان يعني هذا كان راي ابن انه كان رايه، ولكن يرجع الى عمة الصحابه لانه هذا هو المشهور، هو من عمة الصحابه، ابن مسعود من عمة الصحابه، اقرأ القرآن على قراءة ابن أم عبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القراء. أقول لك أسانيدنا اليوم في القرآن إلى ابن مسعود. نعم. يعني ما في أعظم من كذا دلالة، أسانيد القرآن اليوم ترجع إلى ابن مسعود وعلى ابن أبي طالب في القراءة. وهؤلاء الذين نقرأ عن قراءتهم. بسم الله. نقرأ من كتاب صور من حياة الصحابة. طيب، بس عشان نختصر، ثم ذكر جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء ذكر عن سيار بن أبي الحكم قال بلغنا النهد نجران قالوا ما الأرزاق والأجال بقدر، وأما الأعمال فليست بقدر، فأنزل الله فيهم إن المجرمين في ضلال وسعر الآية. وقال كان وهشام الرماني وسيار وأبي هشام الرماني كان يقول التكذيب بالقدر شرك، والضحاك كان يقول على قوله تعالى ما أنتم عليه فاتنين قال من سبق له في علم الله أنه يصل الجحيم، نفس المعنى. وعن أبي حازم فالتقي ألهمه الله التقوى، الفاجر ألهمه الله الفجور فألهمها فجورها وتقواها. ذكرت لابن عون شيئا من قول أهل التكذيب بالقدر، قال ما تقرؤون قول الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، يعني الخيرة إنما تقع منهم وفق ما كتبه الله وقدره. وأرطأ ابن المنذر قال قلت أرأيت من كذب بالقدر، قال هذا لم يؤمن بالقرآن، قال أرأيت إن فسره على الجدام والبرص والطويل والقصير وشبه ذلك، يعني أن أفعال العباد ليست مقدرة إنما التقدير فقط في الأطوال والأشكال والأشياء الكونية، قال هذا لم يؤمن بالقرآن. قلت فشهادته، قال إذا استقر أنه كذلك لم تجد شهادته لأنه عدو ولا تجد شهادة العدو، ويعني كفر. قال سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فنادى بصوته انقطع والله هنا كلام القدرية. ثم نقل عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد وزيد بن زريع وبشير بن المفضل والمعتون سليمان عن رجل زعم أنه يستطيع أن يشأ في ملك الله ما لا يشاء، فكلهم قال كافر مشرك حلال الدم إلا معتمرا، فإنه قال بل أحسن بالسلطان استتابته. طيب، سمعت الأصمعي يقول من قال إن الله تعالى لا يرزق الحرام فهو كافر،
طيب شوف الأصمعي حتى جاب لك منهم علماء الإسلام وإن كان أديب وعالم، أراد ينوع بأنواع الناس الذين استدل بهم على هذا أن القدرية مذهبهم باطل. ثم قال عن مالك بن أنس: ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليه حجة فيه إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى به حجة. وعن الليث بن سعد، شوف الحين جاء إلى طبقة أعلى، الحين شوف مالك والليث هذه طبقة جاءت متأخرة عن السابقين، عن يقول في المكذب بالقدر: ما هو بأن بأهل أن يعاد في مرضه ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته. كل هذا من الإنكار على المبتدعة والتشديد عليهم. وذكر قصة عمرو بن عبيد: إن كانت تبت يدا أبي لهب ولهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. قال أبو حفص: فذكرت لوكيع بن الجراح فقال: من قال بهذا يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، يعني لأنه ارتد عن دين الإسلام. وهذا يبين لك يعني كيف هؤلاء المبتدع عمرو بن عبيد وأشكالهم كيف كانوا يعني فظيعين في 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 رد النصوص، شيء يعني عجيب. مع أن عمرو بن عبيد هذا من الزهاد وفتن الخلق. تعرفون إيش سبب فتنة الناس بعمرو بن عبيد؟ وأنه كان لا يقرب السلاطين، وكان كذا يعرف أنه ما كان يهتم بالسلاطين وزاهد في الدنيا، كل يرجو الصيد كل يرقب صيد إلا عمرو بن عبيد، كل يمشي رويد، كل يمشي شوي شوي إلى الله إلا عمرو بن عبيد، هذا يمشي مسرع إلى الله، هكذا كان يقال فيه من زهده وعبادته وكونه معارض للحكام الظلمة في أيامه. و تعرفون هو كان في أيام الحسن البصري، يعني معناه في أيام الحجاج والمشاكل كانت عند بني أمية مع أهل العراق، فكان يعني ثائر ومنكر للمنكر ويقوم لله بذلك، فكان فتن الخلق. وهذه عبرة أن الإنسان لا يغتر أبدا بمثل هذه المظاهر الكاذبة في العبادة والمظاهر الكاذبة في المواقف السياسية، ولا تفتن إذا ارتبطت بالعقيدة، إذا ارتبطت بالدين. بس عشان يكون في وضوح، يعني مو معناها عشان هو له مواقف سياسية بارزة وهائلة وممتازة و معناه يلمع للناس ويقرب و هو عنده بلاوي في الاعتقاد وعنده بلاوي في مسائل الدين وعنده فكر، يعني أحيانا يكون فكر اشتراكي شيوعي ماركسي بس عشان أنه إنسان ثوري وأنه إنسان يعني فيه شجاعة bravery وأنه speak power to speak truth to power، خلاص معناه أنا يعني. ينبغي حتى هذا أن ينبه الناس على أخطاء، وأنه when it comes to the religion, when it comes to the عقيدة have to be careful not to introduce this person to people as a trusted source for the deen.